ابشروا التوحد يعالج. بالأكسجين المضغوط هذه إلى حد ما بدعة. اللي عنده طفل توحد بيكون متفائل في أي علاج. أخذ 80 جلسة أكسجين. أعطيني رخصتك، خلي المرضى يصدقوا أنه في عندك رخصة. كل جلسة ب 80 دينار لمدة ساعة. أنا نصب عليه. دكتور أيمن جاوبني. لا يوجد علاج واحد للتوحد. وكانت هون زي ما بسموها، ما بتعرف الحقيقة المرة.